السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير. ومرحبا بكم عشاق اللون في اللون، عشاق تدوى المرمى، عشاق الوريقات، عشاق الوريدات، كذلك الخنيجرات. ترشمة فيها الوريدات، ما فيهاش الوريقات البنات، فيها الخنيجرات والوريدات وبعض الاشكال الدائريه والاشكال الطويله. مهم بقاو معايا حتى تشوفوا الرشمه كيفاش غنخدمها. رشمه كامله تدوى المرمى، اول حاجه غنبدا بها ودائما كنبدا بها هي بسم الله. غنخدم هذه الورده اللي الوسط بالتدوار ديال المرمى، وشوفوا معايا الطريقه. البنات الورده راها صغيره، راه غير الزوم تاع الكاميرا اللي كيبين لكم كبيره، اما الورده راها صغيره. تحية كبيرة للمتتبعات من الجزائر ومن العراق والأردن ومن جميع الدول العربية، وكذلك من المغرب. خواتاتي وحباباتي، والمغرب كذلك بجمع المدن ديالنا، الحمد لله ولاو متتبعات من مدن عدة، ولاو كليانات من بزاف المدن. وبالخصوص تحية كبيرة ناس الشمال الطيبين والغزالين. نخدم دابا البنات، غنخدم الخنيجر. شوفوا معايا نفس العرض هو اللي غنبقى دايره به حتى نقرب مثالي. دابا غنبدا نقص، ملي كنقرب مثالي الخنيجر كنقص واحد شويه من العبار ديالي. الجزء هذا غنخليه حتى نخدمه مع المرمى الموالي. كيعجبني بزاف البنات نخدم الخدمه عامره، يعني جو الدقات ديال الخدمه ديالي عامرين هنا باش كيبان ان الخدمه راها خدمه تاع الدار. يعني راه كاين فرق بين خدمه تاع الدار والخدمه ديال السوق. خدمه ديال السوق كتكون خفيفه بزاف، خدمه تاع الدار راه الصح والعمل وكتكون متقونه. البنات عدو زيتو الماكينة، نقدر نقول ان من اسباب ديال تقطع ديال الخيط الماكينة، الا كانت ناشفة من الزيت راه كتقطع الخيط.
كنخدم خدمه عامره البنات. كملت هاد الجهه اللي هنا، غندوز الجهه اللي مقابله معها، غنخدم اول حاجه الوريضه كذلك. دائما انتقفوا الخيط البنات باش الطرزة عمرها ما تسرب. الا لاحظتوا معايا نفس الـ بنتي السطره اللي كنصور سبحان الله، ملي كنكون صور البنات كيكون ثقيل بنتي نسات بدات كتغني سمحوا لي يا سميه، سمحوا لي نسات انه كاين تصوير. الا لاحظتوا معايا البنات، الا لاحظتوا معايا كنتفكر ياسمين جاتني الضحكه لا لاحظتوا معايا الخنيجره البنات كندور نفس العرض، يعني نفس العرض اللي كنكون باديه به هو اللي كندور به. نخدم اخر خنيجر صراحه البنات اللون في اللون كيبقى يعني كيبقى راقي بزاف في المزيان.
الطريقه. الليفه كنحاول ندير الراس يعني الراس رقيق، وكنبقى يعني عندها التقنيه ديال حل سد البنات. اخر جزء في هذه المرمى اللي كنتمنى تكون مرمى شامله، وتكون ان شاء الله استفدتوا منها في تدوير المرمى. اولا بالاخرى الا نزلت لكم الرشمه وتطبيقات ترجعوا للفيديو تشوفوا الخدمه كيفاش خدمات. كانت هذه هي كان هذا اولا كانت هذه هي المرمى اللي طبخت لكم اليوم. كنتمنى البنات تنال الاعجاب ديالكم، وكيف ما كنقول لكم دائما البنات تشجعوا توكلوا على الله وبداو تخدموا، وكذلك شاهدوا في التعلم ديالكم. كانت هذه هي الحصه تاع اليوم اللي كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء ان شاء الله في حصه جديده من حصص تعلم طرز الرباطين، ما تكون مع ام عثمان زيدات. السلام عليكم والى اللقاء.